في الفيديو النهاردة هقولكوا على 5 6 7 حاجات بتفصل أي حد لو عملتوها وانتوا بتتكلموا معايا. ازيكم يا أجمد وأصيع ناس في العالم. ازيكم يا أجمد وأصيع وأكثر لباقة ناس في العالم. اكتر مواضيع واسئله بتتسال، اقول لها ايه، اكلمها ازاي، اعمل لها ايه، ازاي يحبوني، ازاي كل حاجه انت بتتكلم على السن، انت اللي تعمل 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 تدي 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 تتكلم 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 انت او انت، بس ما حدش بيفكر خالص في الشخص اللي قدامك الناحيه التانية، وهو ده الشخص الاهم في الحوار. لما انت بتقول انا ماليش اصحاب، البنت ما بتردش عليا، بقول لها كل حاجه وهي ما بتقولش. في حاجه مهمه قوي اظن عملت فيديو اسمه انت بتسمع كويس، حاجه كده. اهم حاجه في اي حوار، بيع شراء علاقات دكاتره بينها وهي والمرضى بتوعها، اي حاجه قايمه على السمع. طبعا عارفين وسمعتوها قبل كده مليون مره في اي حته تانيه غير هنا، اللي هي الانصات. في فرق بين انت تسمع وان انت تبقى منصت. فانا ال7 حاجات اللي هقولها دلوقتي دي لو عملتها هتبين انت بتسمع مش منصت. وفعلا صدقوني لو انتوا في اي مجال في اي حاجه ما عملتوش الحاجات دي، الموضوع هيختلف خالص مع الناس اللي انتوا بتعملوا معاهم اي حاجه، سواء اشخاص عاديين بتتكلموا معاهم بتعرفوهم او كده، او عملاء بينك عمريض عندك او ايا كان، هيفرق الموضوع جامد. انا بقولك عشان الحاجات دي خدناها لما خدنا اللي هي الشهاده بتاعت اللايف كوتشنج او التدريب اللي هو التنمية البشرية. اهم حاجة الواحد بيتمرن عليها انه ينصت، من غيرها اي حاجة تانية ملاش لازمة. ايه لازمة الموضوع ان انت قاعد مستني الشخص قدامك يتكلم؟ لا لا لا، مش عايز ابوظ الحاجات اللي هقولها، فيديو هيبوظ. هقولكم الحاجات على طول. اول حاجة من الحاجات اللي انت ما تعملهاش ابدا وانت بتتكلم مع اي حد، ان انت تقطعه طبعا ان هو بيقول حاجة. ايوه فاهم قصدك فاهم قصدك فاهم قصدك كده، دي ما بتحصلش. بتعملها بتبان انت اللي هو، طب حتى لو انت عارف الباقي ايه، استنى لحد ما يخلص، لانه ده بيحسسه ان انت سمعته لحد ما خلص واحترمت كلامه وهضمته ورديت. المقاطعه حتى لو انت فاهم وفعلا قلت اللي هو هيقوله بالظبط، بتلاقيه اتفصل. في اوقات كده انت بتبقى عارف الحاجه، ممكن تقول له ايوه كذا 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 كذا، فاهم، هكمل، تخليه يكمل برضه، يقول لك لا بس كده خلاص انا خلصت. تفرق غير لما تقول انا هقول لك اللي فيها. لا، فحتى ان هو اول ما يخلص الكلمه تروح ناطط في الكلام، او هو بيخلص تكمل وراه وتروح مكمل انت، دي هتبين عدم انصات. في حاجه برضو مهمه جدا وقت التنميه البشريه دي كانت بتعمل، ان انت تدي الشخص اللي قدامك يسمع نفسه. يعني في اوقات هو بيتكلم 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 عشان هو عايز يوصل لك الحاجه، فمستعجل عشان حاسس ان انت ممكن ترد على طول او ما تسمعوش لحد الاخر او كده، فبيتكلم بسرعه بسرعه بسرعه، ما بيلحقش يقول الكلام اللي في دماغه او ببقه، يعني الكلام اللي بيدور في دماغه. انت في اوقات انت ممكن تخلي الشخص اللي قدامك يقول اللي جواه، وفي نفس الوقت هو قاعد بيحاول يلاقي الموضوع وبيحل المشكله وهو بيتكلم معاك. فدي بتساعد ان هو، او بتساعد ان انت تعمل معاه بينك وبينه علاقه، ان انت هو قاعد بيتكلم بيتكلم وبعد كده وهو معاك بيكتشف الحل او كده، فبتبقى ايه ده اكتشف الحل معاك، مجرد انت بس سمعته اديته فرصه ان هو اللي يحاول يعرف الحل بتاعك. فادي للشخص اللي انت بتسمعه لو بيحكي لك حاجه او بيتكلم معاك في حاجه او بياخد رايك في مشكله، ان هو يتكلم، واديله مساحه بعد ما يخلص كلام يفكر في الكلام اللي هو قاله، يمكن عايز يقول حاجه او يفكر زياده في الحاجات اللي هو قالها، خليه يسمع نفسه. حاجه تانية مهمه قوي، ان في اوقات وانت بتسمع الشخص انت بتبقى بتسمعه، وبعد ما يخلص يا اما بتقول حاجه ما لحقتش تفكر اصلا في الكلام اللي انت بتقوله، بس انت بتحب توري ان انت بتسمع. والموضوع ده عامه انا بصراحه للاسف لما يعني باخد بالي منه لما حد بيتكلم معايا في حاجه، بس انا بدل ما بقول له لو لقيت ان هو اصلا الموضوع مش مهم بالنسبه له، فما بتكلمش معاه في القصه دي، او لو هو مهم بالنسبه لي بقول له انت خدت بالك من التفصيله اللي قلتها لك دي، التفصيله دي مهمه، بخليه بس يصحى معايا. لكن في وقت ناس بتعمل ايه بجد، يقعد يقول لك انا اصلا ببقى ابتديت اركز انا وانا بحكي القصه في دي، نسيت انا بتكلم في ايه اصلا، اللي هو انا بقيت مستعجل عايز الحق اخلص انت من كتر سرعتها اصلا. هو انت عايز ننجز يعني، فانا هقول لك بسرعه شكلك زهقت فبتدي تعمل اسرع. فوانت بتسمع الشخص اساله اسئله في الحاجات اللي هو قالها، قول له معلش عيد الحته دي تاني، ايه ده فعلا انت بتحب كذا، ايه ده فعلا انت خفت من الموضوع ده، ايه اللي خوفك منه، شويه حاجات في النص تبين ان انت مش بتسمع. الكلام مش بيخش على بطنك، بيخش على ودنك ومخك،
ما تسمعش اللي هو مجرد اللي هو بتسمع عشان تقول انت موجود، لا، شوية الأسئلة اللي في النص دي أو شوية الاستفسارات أو شوية اللي هي أيوة أنا فاهم قصدك وتسكت، إيه ده جديدة دي، أول مرة أسمع حاجة زي دي، طب هكمل كمل الموضوع شدني بصراحة، حاجات كده في النص بتخلي وما تكدبش فيها، تقولها بتبقى بتقولها فعلا بإخلاص. حاجة مهمة قوي برضو إن أنت لو أنت الشخص اللي بيتكلم معاك قدامك بتبص له في عينيه تتكلم معاه، لو أنت قاعد وهو بيتكلم، لو أنت قاعد وهو بيتكلم تقول له أيوة فاهم قصدك، أيوة ان انت تكسر الاي كونتاكت بينك وبينه بتبين انت مش معاه، او تقعد تبص على حاجات هو لابسها، تقعد تبص على ايديه، قال يعني انت كده بتعرف لغة الجسد مثلا، فبتفهم الشخص قدامك تقراه، فاهم قصدي؟ اف بي اي سي اي اي ام بي سي فور اي كونتاكت، ومش اي كونتاكت عشان اقول له ان انا اي كونتاكت هكسرك من جواك، لا، اي كونتاكت عشان انا معاك وبيبان كل اللي جواك في دماغك كله بيبان في عينيك، فالاخلاص بتاعك مع التمرين هيبان في عينيك، ف ركز في دي. اخر حاجتين هما شبه بعض شوية فممكن اقولهم في نقطة واحدة، ان انت تعمل كذا حاجة وانت بتتكلم مع الشخص، اللي هو بتجيب الشنطة، ايوه يا معاك معاك معاك، يا سلام، ايوه فاهم قصدك، فاهم فاهم، لا اكيد طبعا اكيد، ليه لا، وانت بتعمل حاجات وانت قاعد مع الشخص وهو بيتكلم معاك او هي بتتكلم معاك، اكيد مش بتعمل الحته اللي هي اللي فيها القرب دي او اللي هي الحميميه قوي في الكونفرسيشن او في الحوار، فحاول ما تقعدش تعمل حاجات مختلفه غير الحاجه اللي انت بتعملها، ان انت بتقعد تسمع الشخص اللي قدامك. والحاجه اللي هي شبهها شويه فيها وقت انت تقعد تعمل مثلا كده، او تهز رجلك، او تمسك القلم تعمل بيه كده، او تقعد كل شويه قاعد بتحرك كده، اللي هو باين قوي ان انت مش قادر تسمع بس بتحاول توصل على نفسك لمونة وتسمع، فطبعا حاجة زي دي برضو مش هتبقى احسن حاجة، وهتفصل اللي هي الكونتاكت او الاحتكاك كده الجميل اللي بينك وبين الشخص اللي قدامك. اعتقد بس دول كده يعني حاجات بسيطة، بس بجد الحاجات دي جربها في التمرين كده، اتمرن عليها فعلا بتعمل. انا عارف ان ممكن يكون الموضوع اصلا بالنسبة لك صعب، بالنسبة لك انت نفسك تقول رأي، نفسك تنط في الموضوع او فهمته، فبتوري له بقى خلاصتك، اسأل أسئلة، يعني حاول تبين للشخص اللي قدامك ان انت يعني الموضوع مش بتاعي، الشخص جاي يحكي لي حاجة فالاهتمام كله بتاعه. فأول ما يخلص خالص يقول لك بس مثلا، تقول له طب انت عايز، يعني تروح سأله تاني على الموضوع في حاجة تانية فيه، طب انت بتسأل عشان تاخد رأي ولا عايز نصيحة معينة، ولا بتتكلم عامة بتفضفض، فممكن يقول لك لا لو عندك رأي قوله، او لو عايز تقول لي فكرة حلوة قول لي، بصراحة لا كان نفسي اتكلم وانا ارتحت لما اتكلمت معاك، فاهمين قصدي؟ بس مش عايز اطول اكتر من كده، شكرا يا جماعه انكم اتفرجتوا، واتمنى الفيديو يكون لذيذ، وكل سنه وانتم طيبين يا جماعه، يعني حبايبنا كلهم ان شاء الله النهارده طبعا هياكلوا لحمه، نفسي ناكل كلنا اكله لحمه كده، بقالنا فتره كان في صيام جامد، كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله اشوفكم في الفيديو الجاي، سلام.